بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ونواصل مع سلسلة الدروس الخاصة بتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ونبقى مع المحور الثاني من الأدب الحديث والمعاصر، واليوم مع الوحدة السادسة بالنسبة للشعب الأدبية، شعبة أدب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية، وهي متعلقة بالثورة التحريرية الجزائرية في الشعر العربي. إذن سنتعرف من خلال هذه الوحدة على كيفية تناول الشعراء العرب للثورة الجزائرية، سواء كان هؤلاء الشعراء من الجزائر أم من الوطن العربي. وسنتعرف كذلك من خلال هذه الوحدة على قيم الثورة الجزائرية وكيف تناولها وتمثلها الشاعر العربي في قصائده. إذن لدينا في هذه الوحدة بالنسبة للشعب الأدبية شعبة أدب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية في الأسبوع الأول النص الأدبي الأول الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية، وهو شاعر جزائري. أيضا أحكام التمييز والحال بالنسبة لدروس القواعد، الرمل في الشعر الحر وهو درس العروض، بالإضافة إلى التعبير الكتابي موضوع مظاهر التجديد في الشعر، كذلك نص المطالعة الموجهة، إشكالية التعبير في الأدب الجزائري لسعاد محمد خضر. أما في الأسبوع الثاني من هذه الوحدة فلدينا النص الأدبي الثاني، وهو جميلة للشاعر العراقي شفيق الكمالي، وسنتعرف في هذا النص على كيفية تفاعل الشعراء العرب مع الثورة التحريرية الجزائرية. لدينا درس القواعد الفضلة وإعرابها، بالإضافة إلى درس العروض الكامل في الشعر الحر، والنص التواصلي الأوراس في الشعر العربي للكاتب الجزائري والناقد عبد الله الركيبي. كذلك لدينا المشروع والوضعية الإبداعية، الترجمة لأحد أبطال الثورة التحريرية، والوضعية النقدية، الثورة الجزائرية في الشعر العربي. إذن هذا فيما يتعلق بأهم الدروس الموجودة في هذه الوحدة بالنسبة للشعب الأدبية. أما بالنسبة للشعب العلمية والتقنية فهي الوحدة السابعة، إذن الوحدة المتعلقة بالثورة الجزائرية هي الوحدة السابعة بالنسبة للشعب العلمية والتقنية. إذن الثورة الجزائرية في الشعر العربي، لدينا في الأسبوع الأول النص الأدبي الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية، وهو نص مشترك بين الشعب العلمية والشعب الأدبية، درس قواعد اللغة كذلك مشترك، وهو أحكام التمييز والحال، بالإضافة إلى المشروع. أما في الأسبوع الثاني فلدينا النص التواصلي الأوراس في الشعر العربي للكاتب الجزائري عبد الله ركيبي، وهو أيضا نص مشترك، بالإضافة إلى المشروع وكذلك الوضعية الإبداعية والوضعية النقدية. إذن هذا فيما يتعلق بأهم الدروس الموجودة في هذه الوحدة، إذن الوحدة السادسة بالنسبة للشعب الأدبية والوحدة السابعة بالنسبة الشعب العلمية والتقنية. وسنبدأ مع أول نص في هذه الوحدة، وهو النص الأدبي الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية الشاعر الجزائري. وسنقف في هذا النص على موضوع الثورة الجزائرية في الشعر الجزائري، وكذلك نستنتج الظواهر الفنية في الشعر الجزائري الحر، باعتبار أن محمد الصالح باوية من رواد الشعر الحر في الجزائر. إذن هذه الظواهر الفنية التي سنستنتجها من هذه القصيدة متعلقة بالشعر الجزائري الحر من ناحية اللغة، كذلك الموسيقى، الصورة الشعرية، الرمز والإيحاء وغيرها من الخصائص الأخرى التي نجدها في الشعر الحر. إذن نبدأ بأول نص كما قلت، وهو الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية، وهو نص مشترك بين الشعب العلمية وكذلك الشعب الأدبية. إذن نبدأ بالتمهيد لهذا الموضوع. لقد شغلت الثورة الجزائرية اهتمام الثوار كما شغلت اهتمام الشعراء والأدباء، فانطلقت ألسنتهم تصف ما يحدث في أرض الجزائر وتساند الشعب في ثورته من أجل تقرير مصيره، فهل تعرف من الشعراء من كتب عن الجزائر؟ إذن أغلب الشعراء سواء في الجزائر أو في الوطن العربي في العصر الحديث كتبوا عن الثورة الجزائرية واهتموا بها اهتماما كبيرا، وذلك لقوة هذه الثورة وهذا الحدث،
كذلك لنزعتهم الوطنية وكذلك القومية. ومن هؤلاء الشعراء نذكر الشاعر الجزائري، شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا، كذلك محمد صالح باوية، أيضا أحمد تحنون، وكذلك صالح خرفي بوزيدي، كذلك محمد العيد الخليفة، وغيرهم من الشعراء الجزائريين، وكذلك الشعراء العرب من أمثال محمود درويش وكذلك نزار قباني وأيضا رفيق الكمالي من العراق، وغيرهم من الشعراء العرب والجزائريين الذين اهتموا بالثورة الجزائرية بدافع الالتزام والنزعة القومية، وكذلك نظرا للقيم التي حملتها، القيم الإنسانية التي حملتها الثورة الجزائرية. ومن الشعراء الذين اهتموا وعايشوا الثورة الجزائرية الشاعر الجزائري محمد الصالح باوية. فمن هو محمد الصالح باوية؟ نتعرف أولا على صاحب النص. محمد الصالح باوية من الشعراء الجزائريين الذين عايشوا الثورة الجزائرية. ولد الشاعر باوية في المغير بالوادي سنة 1930، ثم حفظ القرآن الكريم وكذلك التعليم الابتدائي بقريته في الوادي، بالمغير في الوادي، على يد شيوخ المنطقة. ثم بعد ذلك التحق بمعهد عبد الحميد ابن باديس في منطقة قسنطينة سنة 1948 لمزاولة دراسته، وتحصل على شهادة الأهلية سنة 1952. بعد ذلك تحصل على منحة مدرسية أو منحة دراسية تبرعت بها دولة الكويت. إذن بالنسبة للطلبة الجزائريين إبان الاحتلال، كان هناك الكثير من الدول العربية التي تبرعت للطلبة الجزائريين لإكمال دراستهم، ومن بين هذه الدول التي تبرعت للطلبة الجزائريين دولة الكويت، وذلك بدعم من البشير الإبراهيمي رائد الإصلاح في الجزائر. وبذلك انتقل محمد الصالح باوية لإكمال دراسته بدولة الكويت في الطور الثانوي، وتحصل على شهادة البكالوريا سنة 1957، وكانت قد اندلعت الثورة الجزائرية في تلك الفترة. وفي سنة 1958 سافر محمد الصالح باوية إلى سوريا لإكمال دراسته في كلية العلوم، إذن في الجامعة، تحديدا في كلية العلوم. وكانت الثورة الجزائرية في هذه الفترة، أي في سنة 1958، قد حققت الكثير من الانتصارات الداخلية والخارجية وبلغت ذروتها. هذا الأمر وهذه الدراسة العلمية لم تمنع محمد الصالح باوية من قرض الشعر، فكانت له أنشطة أدبية كثيرة وكذلك أنشطة علمية، فنشر الكثير من القصائد في الصحف، وكذلك شارك في أنشطة ومهرجانات كثيرة جدا دعما للثورة الجزائرية خاصة في سوريا. إذن ساهم في نشر كثير من القصائد، وكذلك شارك في ملتقيات وكذلك في الإذاعات، لقاءات في الإذاعة بشأن الثورة الجزائرية. ثم بعد الاستقلال انتقل محمد الصالح باوية إلى دراسة الطب في بلغراد، وتحصل على شهادة الطب في سنة 1969، وكذلك تحصل على شهادة الاختصاص في جراحة العظام بالجزائر في سنة 1979، ولذلك يلقب بالشاعر الطبيب. إذن هذا الاختصاص، اختصاص الطب، لم يمنع محمد الصالح باوية من قرض الشعر، فلقب بالشاعر الطبيب وكذلك المجاهد والشهيد. بالنسبة لمحمد الصالح باوية من الناحية الفنية، فيعتبر مؤسس القصيدة الحدثية في الجزائر من الناحية الفنية، ويعتبر كذلك من الطلاب الجزائريين الذين دعموا ودافعوا عن الثورة الجزائرية خاصة في الخارج. كذلك له أعمال
المميزة، إذا كان متميزا في كتابة القصيدة الحرة، إذا من أوائل الجزائريين الذين كتبوا القصيدة الحرة، إذا هو رائد الشعر الحر أو رائد القصيدة الحرة في الجزائر أو شعر التفعيل في الجزائر. كذلك له دواوين شعرية أو ديوانه الشعري أغنيات نضالية الذي تغنى فيه بقضايا الوطنية والقومية، منها قضية الثورة الجزائرية التي يعالجها في هذا النص. كذلك لديه الكثير من القصائد التي نشرت في الكثير من الصحف والجرائد سواء في الداخل أو في الخارج، كذلك في جرائد الاستشراق خاصة عندما كان في أوروبا، وكذلك في الجرائد العربية. بالنسبة لوفاة محمد الصالح باوية، فهو يعتبر من مفقودي العشرية السوداء سنوات التسعينات في الجزائر، فقد أخذ من عيادته إذ كانت له عيادة خاصة يزاول فيها الطب خاصة جراحة العظام، فأخذ من عيادته ولم يظهر عليه خبر بعد ذلك، فهو يعتبر من المفقودين. فأقيمت له صلاة الجنازة في المغير بالوادي، ولكن لا يعرف له قبر، فهو من مفقودي العشرية السوداء. لذلك يلقب بالشاعر الطبيب، لأنه جمع بين قرض الشعر ومهنة الطب. كذلك المجاهد، لأنه عاصر الثورة الجزائرية وجاهد بلسانه وقلمه. كذلك الشهيد، لأنه شهيد العشرية السوداء. إذن هذا فيما يتعلق بصاحب النص. نأتي الآن للتعرف على مناسبة القصيدة التي نظمها محمد الصالح باوية دعما للثورة الجزائرية. إذن الإنسان الكبير هي قصيدة مقتطفة من أشهر دواوين محمد الصالح باوية، وهو ديوانه الوحيد، وهو أغنيات نضالية، حيث يربط في هذه القصيدة قصيدة الإنسان الكبير بين الثورة الجزائرية والوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958. إذن في هذه السنة حدثت الوحدة بين مصر وسوريا، وكذلك الثورة الجزائرية في هذه الفترة بلغت ذروتها وحققت انتصارات كبيرة، انتصارات داخلية وكذلك خارجية. وكان محمد الصالح باوية في هذه السنة سنة 1958 يدرس بكلية العلوم في سوريا، وبذلك شهد هذا الحدث الكبير، وهو حدث الوحدة بين مصر وسوريا، وكذلك تأجج الثورة الجزائرية وبلوغها ذروتها، وبذلك نظم هذه القصيدة يربط بين الحدثين. يقول أحد الدارسين إن المتتبع للحركة الشعرية ومواكبتها للثورة الجزائرية يخرج بنتيجة مفادها أن الكلمة هي الأخرى كانت تقاتل إلى جانب الرصاصة، وعليه فإن الشاعر كان من جنود هذه الأمة. إذن مثلما الثوار يكافحون بالسلاح، فإن الشعراء قد كافحوا بالكلمة. إذن الكلمة هي أيضا تقاتل إلى جانب الرصاصة، وعليه يمكن أن نقول أن الشاعر كان من جنود هذه الأمة، فهو مجاهد جاهد بشعره وبقلمه، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال هذا النص. نأتي الآن إلى قراءة القصيدة. قال شعبي يوم وحدنا المصير، أنت إنسان كبير، يا جراحي أوقف التاريخ، إن نبع تاريخ جديد يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولات شهيد، من ضلوعي من دمي عبر الجزائر، من خطى طفل جريء يحمل المدفع في أرض الجزائر. يا جراحي في دمي كنز السنابل، ينحني شوقا إلى صوت المناجل، ينحني للشمس للفجر إلى خلجة ثائر، ينحني شوقا إلى قبلة طفلي وزغاريد وشاعر. يا جراحي أوقف التاريخ، إنا حدث صر وكون لا يحد، يغرق التاريخ والكون بجرح يستجد، فبلادي ثورة بكر بأرضي بسمائي بكياني تستبد. يا أنا يا ثورتي يا أغاني طفلتي، أنا إنسان كبير.
قال شعبي يوم وحدنا المصير احبسي السحب هنا بحر وأمطار سخية وربيع ساغه طفل لشعبي وصبيا أوقفي اللحظة إن لحظة كبرى غنية لم تزل تنثر في الكون حكايا وهدايا عربية أطفئ النيران إن قلب بركان جريء للأساطيل العتية للطواغيت لأصنام غبية أسكت الطير فأنا خلجة الإنسان تشدو في عروق عربية تعبر الأحلام للشمس السخية يا رفيقي أنا إنسان صراع ملء كفي حزمة مصلوبة من عزمات وشراع وغصون وبقايا ذكريات وشعاع قبضتي هذه سماء وتراب وعصارات متاعي وبقلبي ثورة تمتص معنى العاصفات توقظ الأرض بفأس ولهات وتعيد العطر كل العطر للزهر المدمى للحياة ثورة إنسانة الغلات تسقي أمنياتي والربا والصبح من نبع الحياة باركيها يا جموعي يا فتاتي أنا إنسان حياتي. هذا فيما يتعلق بقراءة القصيدة. نأتي الآن لشرح أهم المفردات الصعبة وعلى قلتها. إذن لا يوجد الكثير من المفردات الصعبة في هذه القصيدة، وهي ميزة الشعر الحر الذي يميل إلى سهولة اللغة، ولكن نشرح بعض المفردات، منها كلمة خلجة في قوله إلى خلجة ثائر، وكذلك فأنا خلجة الإنسان تشدو في عروق عربية. فخلجة تعني تحرك واضطرب في النفس، ما يختلج في النفس، ما يتحرك في النفس، فنسميه خلجة. كذلك ثر في قوله أوقف التاريخ أنا حدث ثر، أي حدث دافق وغزير. وكذلك في قوله فبلادي ثورة بكر، ثورة بكر، والبكر هو أول كل شيء، وهنا يقصد أنها ثورة لا مثيل لها، فهي الأولى من نوعها، ولذلك قال ثورة بكر أول كل شيء، والشيء الذي لا مثيل له نسميه البكر. كذلك في قوله وربيع ساغه طفل لشعبي وصبيا، ساغه بمعنى صنعه على مثل معين. إذن هذا فيما يتعلق بشرح بعض المفردات الصعبة في هذه القصيدة. ننتقل الآن إلى الحقل الدلالي أو الحقول الدلالية السائدة في هذه القصيدة، ونلاحظ أن الشاعر استعان في هذه القصيدة بحقل القيم، فنحاول أن نبحث عن القيم حسب ورودها في النص، ونجد أن الشاعر قد وظف حقل القيم الإنسانية لأنه يدعو إلى قيم إنسانية، وهي القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية، منها السلام في قوله يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولات شهيد. إذن السلام، الحب، الابتسام، الحياة. كذلك في قوله تعيد العطر كل العطر للزهر المدمى للحياة، إذن الحياة كذلك من القيم الإنسانية. كذلك أنت إنسان كبير، أنا إنسان كبير، الإنسان إذن من القيم الإنسانية. كذلك الشوق ينحني شوقا إلى صوت المناجل، إذن كلمة الشوق من القيم الإنسانية، وغيرها من الكلمات الأخرى. نجد كذلك في القصيدة القيم التاريخية، بما أن النص مرتبط بتاريخ الجزائر بالثورة الجزائرية، ومن الكلمات التي استعملها في هذا الحقل وحدنا المصير، عندما قال شعبي يوم وحدنا المصير. كذلك التاريخ في قوله أوقف التاريخ، أيضا بطولات شهيد في قوله يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولات شهيد. كذلك أنا حدث ثر، أيضا الطواغيت، الثورة، المدفع، وغيرها من الكلمات الأخرى التي تصب في حقل القيم التاريخية. إذن يمكن تصنيف القيم التي وردت في هذه القصيدة إلى قيم إنسانية وقيم تاريخية.
ننتقل الآن إلى دراسة محتوى القصيدة، ونبدأ أولا بالمعاني والأفكار من خلال الاكتشاف، أكتشف معطيات النص. السؤال الأول: ما موضوع النص وما مضمونه الإجمالي؟ بالنسبة لموضوع هذه القصيدة هو موضوع سياسي. لماذا؟ لأن الشاعر يتحدث عن الثورة الجزائرية وعظمة الإنسان الجزائري، وبذلك فالموضوع سياسي. أما مضمونه الإجمالي فنلاحظ أن الشاعر في هذه القصيدة يمجد الثورة الجزائرية، فمثلا عندما يقول: أنت إنسان كبير، أنا إنسان كبير، أوقف التاريخ، أنا نبع تاريخ جديد، كذلك أنا حدث ثر، وأيضا في قوله: بلادي ثورة بكر، وغيرها من الأمثلة الأخرى، فنلاحظ أن الشاعر هنا يمجد الثورة الجزائرية. فالمضمون الإجمالي لهذه القصيدة هو تمجيد وتعظيم للثورة الجزائرية ولأبنائها الذين صنعوها، مثل ما يظهر في قوله: من ضلوعي من دمي عبر الجزائر، من خطى طفل جريء يحمل المدفع في أرض الجزائر، كذلك في قوله: إنسان كبير، وكذلك أنا إنسان كبير، وأيضا في قوله: وربيع صاغه طفل لشعبي وصبية. فهنا يمجد أبناء هذه الثورة، هي تمجيد، أو المعنى الإجمالي هو تمجيد لهذه الثورة ولأبنائها الذين صنعوها، فهي ثورة شرسة لا مثيل لها، غيرت مجرى التاريخ في سبيل الحرية والاستقلال. وهذه المعاني واردة في القصيدة في قوله: أنا بركان، كذلك أنا حدث ثر، أوقف التاريخ، أنا نبع تاريخ جديد، وأوقف اللحظة، أنا لحظة كبرى غنية. فهنا يبين أن هذه الثورة ثورة شرسة، ثورة لا مثيل لها، غيرت مجرى التاريخ في سبيل الحرية والاستقلال. السؤال الموالي: من المتكلم في النص ومن المتلقي؟ إذن المتكلم يظهر من خلال قول الشاعر في بداية القصيدة: قال شعبي يوم وحدنا المصير. إذن شعبي، من المقصود بشعبي؟ هنا المقصود الشعب العربي. لماذا؟ لأن الشعب العربي توحد مصيره وتوحد مصير الأمة العربية، فالمتكلم هنا هو الشعب العربي حين توحد مصير الأمة العربية، وذلك بالوحدة التي وقعت بين أو كانت بين سوريا ومصر، وكذلك الثورة الجزائرية، دعم الثورة الجزائرية، فهنا وحدة الأمة العربية. أما المتلقي فهو الإنسان الجزائري بمن فيهم الشاعر والثوار وكل الشعب الجزائري، ويظهر ذلك في قوله: أنت إنسان كبير. فالمقصود بأنت إنسان كبير أي الإنسان الجزائري بمن فيهم الشاعر وكذلك الثوار وكل الشعب الجزائري. هو كبير بكفاحه وصموده رغم الجراح، كبير بثورته الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ من أجل التحرر والاستقلال، فيقول: أنت إنسان كبير يا جراحي، أوقف التاريخ، أنا نبع تاريخ جديد. وهذا يبين أن الإنسان الجزائري هو كبير بكفاحه، كبير بصموده رغم الجراح، وكذلك كبير بثورته، فهي ثورة غيرت مجرى التاريخ من أجل التحرر والاستقلال، ويظهر ذلك في قوله: أوقف التاريخ، أنا نبع تاريخ جديد، أي أنها ثورة غيرت مجرى التاريخ، ولا يوجد ما يضاهيها من الأحداث التاريخية الكبرى، فهي أهم حدث من ناحية التاريخية، وهي ثورة من أجل الحرية والاستقلال، يظهر ذلك في قوله: يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولة شهيد، أي أنها ثورة من أجل التحرر والاستقلال. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث: ما هو زمان النص ومكانه المؤطر له؟ بالنسبة لزمان النص، هذا النص نظمه الشاعر في موقف تاريخي شهد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وكذلك بلوغ الثورة الجزائرية ذروتها بما حققته من انتصارات داخلية وخارجية سنة 1958. إذن هذا بالنسبة لزمان هذا النص. أما مكانه فهو أرض الجزائر، لأنه يتحدث عن الثورة الجزائرية. ننتقل إلى السؤال الموالي: يحرص الشاعر على تبيان علاقته بوطنه، حددها ودل عليها من القصيدة. إذا نلاحظ أن الشاعر من خلال هذه القصيدة بيّن العلاقة الوطيدة التي تربطه بوطنه، وهي علاقة تشبث وارتباط وثيق، وأيضا علاقة تقديس للوطن ولثورته العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ، ويظهر ذلك في قوله: يا جراحي. فهنا جراح الجزائر
جراح هذا الوطن هي جراح الشاعر، وهذا دليل على التشبث وتعلق الشاعر بهذه الأرض. كذلك في قوله من ضلوعي من دمي، كذلك من دمي كنز السنابل، وهنا تظهر هذه العلاقة، علاقة التشبث والارتباط الوثيق بالجزائر، وكذلك تقديس للوطن ولهذه الثورة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ ببطولات أبنائها وتضحياتهم، فهي ثورة فريدة من نوعها لا مثيل لها، ويظهر ذلك من خلال قوله يا جراحي من دمي وغيرها من المعاني الأخرى. إذن في المقطع الأول يظهر، وفي المقاطع أخرى يظهر هذا الأمر، يظهر حرص الشاعر على بيان علاقته بوطنه. إذن عندما يقول قال شعبي يوم وحدنا المصير، أي أن الشعب العربي يخاطب الإنسان الجزائري ويقول له أنت إنسان كبير، أي أنت إنسان كبير وعظيم، عظيم بهذه الثورة، عظيم بثورتك التحريرية. ثم يقول يا جراحي، إذن هذه الثورة قامت نتيجة الجراح والآلام التي عاناها الشعب الجزائري نتيجة الاحتلال، التقتيل، التشريد، وكذلك الحرمان من أبسط الحقوق، التجهيل. إذن كل هذه الأمور هي جراح الشعب الجزائري، هذه الجراح هي التي أدت إلى قيام الثورة الجزائرية. ثم يقول أوقف التاريخ، أنا نبع تاريخ جديد. فهنا يعبر عن أن هذه الثورة ثورة فريدة من نوعها، ثورة غيرت مجرى التاريخ، لا يوجد حدث تاريخي يضاهي حدث الثورة الجزائرية، وهي ثورة قامت من أجل الحرية والاستقلال، كما يظهر في قوله يزرع الكون سلاما وابتسامات وابتساما وبطولات شهيد. إذن هذه البطولات هي بطولات من أجل قيم، من أجل سلام، من أجل حرية، من أجل زرع الابتسامة في هذا الوطن. كذلك من ضلوعي من دمي عبر الجزائر، إذن تضحيات أبناء الجزائر، إذن هنا يتحدث عن تضحيات من دمي، وهنا تضحيات أبناء الجزائر، إذن عبر الجزائر أي عبر كل الوطن الجزائري. من خطى طفل جريء يحمل المدفع في أرض الجزائر، وهنا أيضا الثورة وكذلك دفاع أبناء هذا الوطن عن هذه الثورة. وطفل هنا دليل على البراءة، براءة هذه الثورة، وأنها ثورة قامت من أجل الحرية واسترجاع الحق في ربوع الجزائر. ثم يقول يا جراحي، وهذا دليل كذلك على عمق الألم والمأساة التي من أجلها والجراح التي من أجلها قامت هذه الثورة. ننتقل إلى السؤال الموالي. يسعى الصالح باوية إلى تغيير واقعه المرير، ما الحل الذي يجده أنسب لتحقيق ذلك؟ بالنسبة للشاعر، فإن هذا الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الجزائري، وهو واقع الاحتلال وكذلك الجراح والألم والحزن الذي يعيشه الشعب الجزائري نتيجة هذا الاحتلال، فحله هو التشبث بالثورة والإصرار على تحقيق النصر والتطلع للحرية والاستقلال. ويظهر ذلك في المقطع الثاني من القصيدة في قول الشاعر يا جراحي في دمي كنز السنابل. إذن في دمي أي التضحيات، التضحية من أجل الحرية، فهنا التشبث بالثورة والتضحية من أجل الوصول إلى الحرية. فقال يا جراحي، إذن رغم عمق المأساة وهذه الآلام، هذه الآلام لا تزول إلا بالتضحية، في دمي كنز السنابل. ومن تضحياته الشعب الجزائري سينال الخير، سينال البركة. إذن السنابل رمز للكرم، رمز للخيرات، رمز للبركة، رمز للحصاد. إذن ما سيناله الشعب الجزائري من هذه التضحيات هو الحصاد، حصاد هذه التضحيات هو الاستقلال وكذلك الحرية، كما يظهر في قوله ينحني شوقا إلى صوت المناجل. إذن ينحني شوقا، إذن الشعب الجزائري يريد من خلال هذه الثورة الوصول إلى النصر. إذن ينحني شوقا إلى صوت المناجل، والمنجل هو دليل الحصاد، لأن السنابل بعد ذلك تحصد بالمناجل، وحصاد الثورة هو الحرية والاستقلال، ما يظهر ذلك في السطر الموالي في قوله ينحني للشمس للفجر إلى خلجة ثائر. إذن الشمس رمز للحرية، كذلك الفجر رمز للحرية، إذن كل ما فيه ضياء فهو يوحي إلى الحرية التي ينشدها والتي يريد الشعب الجزائري الوصول إليها ويتطلع إليها.
ذلك في قوله ينحني شوقا إلى قبلة طفلي وزغاريد وشاعر. إذن الزغاريد رمز للفرح والسعادة، كذلك قبلة طفلي القبلات رمز للفرح للسعادة، كذلك الشاعر الذي يتغنى بهذه الحرية. فكل هذه الأمور هي ما ينشده الشعب الجزائري من خلال هذه الثورة، فهو ينحني شوقا إلى الحرية، ينحني شوقا ويتطلع إلى الاستقلال. إذن ينحني للشمس للفجر، إذن ينحني للحرية شوقا إلى هذه الحرية والاستقلال. وبذلك فهنا الشاعر يبين في هذا المقطع أن الحل الأمثل أو الحل الأنسب لتغيير هذا الواقع هو التشبث بالثورة والإصرار عليها، لأنها هي الطريق الذي يوصل إلى النصر والحرية. وهنا بيّن الشاعر كذلك أن هذا الشعب يتطلع من خلال هذه الثورة، من خلال هذه التضحيات، يتطلع للحرية والاستقلال. يواصل الشاعر في المقطع الموالي بيان تشبثه بهذه الثورة، وكذلك أنها ثورة لا مثيل لها، في قوله يا جراحي أوقف التاريخ أنا حدث ثر وكون لا يحد. وهنا يبين أن هذه الثورة هي ثورة لا مثيل لها، كذلك يغرق التاريخ أو يغرق التاريخ والكون بجرح يستجد. إذن ثورة لا تضاهيها أو لا يضاهيها حدث تاريخي آخر. إذن من هذه الجراح، من هذه الآلام قامت هذه الثورة. فبلادي ثورة بكر، أي أنها ثورة الأولى من نوعها. كذلك بأرضي بسمائي بكياني تستبد. وهنا تشبث الشاعر وعلاقته الوطيدة بهذه الثورة وبوطنه في قوله بأرضي بسمائي بكياني تستبد، وهنا ارتباط الشاعر الوثيق بهذه الثورة وأنها ملأت يعني هو. كذلك يبين ذلك في السطر الموالي يا أنا يا ثورتي يا أغاني طفلتي. هنا أيضا علاقة التشبث والإصرار على هذه الثورة والانتماء إلى هذه الثورة. كذلك يا أغاني طفلتي، هنا يبين تعلق الشعب الجزائري بهذه الثورة، تعلق بها الصغير والكبير، وكذلك الطفل يرمز للبراءة، وهذا دليل على أن هذه الثورة ثورة بريئة قامت من أجل استرجاع الحق وليس من أجل الظلم. ما يختم المقطع بقوله أنا إنسان كبير، وهنا أيضا يفتخر بانتمائه إلى هذا الشعب الجزائري، الشعب الجزائري العظيم. فهنا يبين أنه إنسان جزائري عظيم، عظيم بهذه الثورة. ننتقل إلى السؤال الموالي، وظف الشاعر أفعال الأمر ثم تلاها بنعوت، ماذا يقصد من وراء ذلك؟ إذن في المقطع الموالي بدأ الشاعر بتوظيف أفعال الأمر في قوله قال شعبي يوم وحدنا المصير احبس السحب هنا بحر وأمطار سخية، أوقف اللحظة أنا لحظة كبرى غنية، أطفئ النيران أسكت الطيرة، وكذلك أوقف التاريخ. إذن فعال الأمر هنا لإبراز التحدي وتبيان قوته وصموده أمام المستعمر وثورته على الطغيان. فعندما قال احبس السحب هنا بحر وأمطار سخية، فهنا إشارة إلى أن الأمطار تتوقف لأن هناك بحر من الدماء في الجزائر نتيجة التضحيات وهذه الثورة. كذلك أمطار سخية وهي الدموع والألم والحزن الموجود في الجزائر. وهنا إشارة إلى فصل الشتاء الذي سيتلوه فصل الربيع، وهنا فصل الشتاء إشارة إلى الآلام والاحتلال الذي يعيشه الشعب الجزائري، وسيليه الربيع وهو فصل يدل على الحرية أو يرمز للحرية كما يظهر في السطر الموالي في قوله وربيع ساغه طفل لشعبي وصبية، أي أن الربيع يرمز للحرية التي سينالها الشعب الجزائري بثورته وكذلك بتضحيات أبنائه في قوله طفل وصبية، أي تضحيات أبناء الجزائر في هذه الثورة. كذلك أن هذه الثورة هي بمثابة البركان الذي وقف في وجه المحتل وجيشه في قوله أوقف اللحظة أنا لحظة إن لحظة كبرى غنية، أي لحظة الثورة الجزائرية هي اللحظة الكبرى، أنها حدث مهم جدا، أنها ثورة كبيرة جدا وقفت في وجه المحتل
تزل لم تزل تنثر في الكون حكايا وهدايا عربية، وهنا إشارة إلى أن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وإثبات عروبة الجزائر، وكذلك أن هذه الثورة ثورة تثير اعتزاز كل الشعوب العربية، وأن هذه الثورة وقفت في وجه المحتل المتجبر الظالم العتيد كما يظهر في قوله أطفئ النيران أنا قلب بركان جريء. في النيران هنا كناية عن السلام والحرية التي ينشدها الشعب الجزائري، ينشدها بثورته عندما قال أنا بركان جريء، فهنا الثورة الجزائرية كانت مثل البركان الثائر في وجه المحتل وجيشه الظالم والمتجبر والعتيد كما يظهر في قوله أنا بركان جريء للأساطيل العتية. الأساطيل العتية يقصد بها الجيوش الجرارة للعدو، كذلك للطواغيت أي الظالم المستبد، كذلك لأصنام غبية، وهنا يصف المحتل بالأصنام الغبية، وهي الأصنام التي يمكن التخلص منها فهي لا فائدة منها ولا طائل لها، تحطيم الاستعمار وكل ما يتعلق به. يقول الشاعر كذلك أسكت الطيرة، فهنا لا صوت يعلو ويصدح في كل مكان فوق صوت الحرية أو فوق صوت الثورة، إذن أسكت الطيرة، والطير يغرد ويغني، وبذلك فهنا الشاعر يريد أن يبين أن لا صوت يعلو ويصدح في كل مكان فوق صوت الثورة وصوت الحرية. كذلك أنا خلجة الإنسان تشدو في عروق عربية، هنا يبين أيضا أن لا صوت يعلو على صوت الجزائري الذي يصدح بثورته في كل مكان، وكذلك أنه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، إذن في عروق عربية أي في جزء من أجزاء الأمة العربية، وهنا أيضا إشارة إلى عروبة الجزائر وأنها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. تعبر الأحلام للشمس السخية، إذن هذه الثورة وهذا الصوت الذي يشدو صوت الثورة الجزائرية هو صوت من أجل الحرية من أجل الاستقلال، إذن تعبر الأحلام للشمس السخية إشارة إلى الحرية. إذن هذا بالنسبة لتوظيف أفعال الأمر في هذا المقطع، فنلاحظ أنها من أجل إبراز التحدي وتبيان قوته وصموده أمام المستعمر وثورته على الطغيان، فهو بمثابة البركان الثائر في وجه المحتل وجيشه العتيد الظالم المتجبر، وأنه قادر على صنع الحرية، وكذلك إثبات عروبة الجزائر فهي ثورة تعتز بها كل الشعوب العربية، فلا صوت يعلو على صوت الثورة الجزائرية، هذه الثورة التي قامت من أجل تحقيق الحرية. إذن هذا فيما يتعلق بهذا المقطع. ننتقل إلى السؤال الموالي، هو مرتبط بالمقطع الأخير من هذه القصيدة، ما الذي يملكه الإنسان الكبير للوصول إلى غد الحرية؟ هات الدليل على ذلك من النص. إذن يواصل الشاعر ويقول يا رفيقي أنا إنسان صراع، وهنا يبين أن الإنسان الجزائري هو إنسان مناضل، إنسان متحد، إنسان مواجهة، ملء كفي حزمة مصلوبة من عزمات وشراع. إذن الشعب الجزائري مثل الحزمة المصلوبة، إذن حزمة متكاثفة متكاتلة موحدة ولكنها مصلوبة مقيدة وتتعذب تحت نيران الاحتلال. إذن فهنا يبين تكاثف الشعب الجزائري وأنه وحدة واحدة، ولكن وحدة واحدة في الألم وكذلك في المعاناة وكذلك في الجراح، أيضا أنه كتلة واحدة من عزمات، عزيمة الشعب الجزائري من أجل تحقيق الحرية، ذلك في قوله وغصون وبقايا ذكريات وشعاع. إذن هذه الثورة هي من أجل الحرية كما يظهر في قوله شعاع، والشعاع رمز للحرية، كذلك قبضتي هذه، والقبضة إشارة إلى القوة، وكذلك التحدي والصمود، سماء وتراب وعصارات متاعي، بقلبي ثورة تمتص معنى العاصفات، وهنا إشارة كذلك إلى العزيمة والقوة والإرادة التي يمتلكها الشعب الجزائري في الوصول إلى غد الحرية، كذلك يمتلك الأمل، التفاؤل بغد، التفاؤل بالنصر، التفاؤل بالحرية في قوله توقظ الأرض بفأس ولهت، أي تعيد هذه الأرض إلى ما كانت عليه سابقا، تعيدها إلى أهلها بفأس، والفأس هنا رمز لاستئصال الشر وهو استئصال الاحتلال، كذلك في قوله تعيد العطر، كل العطر للزهر المدمى، إعادة العطر أي إعادة الأرض إلى إعادة الحياة، إعادة النصر، إعادة الحرية
الحرية إلى أرض الجزائر، كذلك في قوله للحياة ثورة إنسانة الغلات، والغلة بمعنى الحصاد، حصاد الثورة هو الحرية، حصاد الثورة هو الاستقلال، تسقي أمنيات الشاعر وتفاؤله بالنصر والحرية، كذلك والربا والصبح من نبع الحياة. إذن كل هذه العبارات تشير إلى التفاؤل، تشير إلى الأمل، إلى الأمل بالحرية. كذلك باركيها يا جموعي يا فتاتي، وهنا أن هذه الثورة هي ثورة مباركة، فيقول باركيها يا جموعي يا فتاتي أنا إنسان حياتي. إذن هنا الإنسان الجزائري هو إنسان حياته بتفاؤله، بعزيمته، بتحديه، بمواجهته للاحتلال من أجل تحقيق الحرية والاستقلال. هذا ما يملكه الإنسان الكبير للوصول إلى غد الحرية، يملك العزيمة، يملك كذلك التحدي والمواجهة، وكذلك الأمل والتفاؤل بالنصر والحرية. إذن هذا فيما يتعلق بأهم المعاني المرتبطة بالنص. ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. انطلق الشاعر من فضاءين في هذه القصيدة، الفضاء الأول هو فضاء خارج نصي أي الواقع، وفضاء عبر المتخيل الشعري. نحاول أن نحدد هذين القسمين. إذن الفضاء الأول هو فضاء خارج نصي أي الواقع، إذن انطلق الشاعر من الواقع الذي يتمثل في فكرة الوحدة بين سوريا ومصر، وهو الحدث الواقع بين سوريا ومصر وهو الوحدة، وكذلك الثورة الجزائرية وقضية الاستعمار. إذن هذا الحدث خارجي وهو منطلق هذه القصيدة. أما الفضاء الثاني فهو فضاء الشاعر، وهو خاص به، وهو خاص بالفضاء المتخيل، فهو مناخ الشاعر الإبداعي، حضوره الإلهامي ممثلا في حضور الشاعر داخل القصيدة في قوله أنا بركان، أنا قلب بركان. كذلك اللغة الشعرية، نلاحظ أن لغة الشعر هي لغة شعرية ليست باللغة المألوفة، فهي لغة إبداعية، وكذلك لغة رمزية فيها الكثير من الإيحاءات، كذلك الصور الشعرية المركبة، ذلك الخيال الذي انطلق منه الشاعر، الأفكار، اللغة، كل ذلك يعتبر مناخ الشاعر. إذا نجده واضحا في هذه القصيدة من خلال لغة الشاعر، وهي لغة مجازية، لغة غير مألوفة، لغة إبداعية لا علاقة لها باللغة التواصلية العادية، وهذا يظهر من خلال القصيدة، كذلك توظيف الرموز والإيحاءات والصورة الشعرية المركبة وغير ذلك. إذا هذا يعتبر فضاء متخيل خاص بالشاعر. الشاعر. ننتقل إلى السؤال الموالي. ما الفرق بين زمن الكتابة وزمن القراءة؟ بالنسبة لزمن الكتابة هو اللحظة التي يكون فيها المبدع على استعداد تام لترجمة ما يختلج في صدره من عواطف وما يدور في خلده من أفكار. إذن هذه اللحظة هي لحظة الكتابة، لحظة كتابة الشاعر لهذه القصيدة هي لحظة الإبداع، فهو يعبر عما يختلج في صدره من عواطف وأحاسيس وكذلك أفكار. أما زمن القراءة فهو اللحظة التي نرغب في قراءة هذه القصيدة ونسترجع تلك الذكريات، مثل ما نفعل نحن الآن مع هذه القصيدة، فنحن عند القراءة نسترجع تلك اللحظة التي أو نسترجع تلك المشاعر المتعلقة بالثورة الجزائرية. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. ننتقل إلى تحديد الفكرة العامة والأفكار الأساسية لهذه القصيدة. بالنسبة للفكرة العامة فالشاعر يتحدث في هذه القصيدة عن الثورة الجزائرية وعظمة الإنسان الجزائري، تمجيد لهذه الثورة ولأبنائها الذين صنعوها، فهي ثورة غيرت مجرى التاريخ في سبيل الحرية والاستقلال. أما فيما يتعلق بالأفكار الأساسية فنحاول أن نقسمها حسب المقاطع الواردة في هذا النص. بالنسبة للمقطع الأول هو من السطر الأول إلى غاية السطر السابع، من قوله قال شعبي يوم وحدنا المصير إلى غاية قوله من خطى طفل جريء يحمل المدفع في أرض الجزائر. فهنا يبين الشاعر بطولة الشعب الجزائري في تغيير مسار التاريخ، مسار التاريخ ببطولة أبنائه وتضحياتهم نحو السلام. الفكرة الثانية من السطر الثامن، من قوله يا جراحي إلى غاية قوله ينحني شوقا إلى قبلة طفلي وزغاريد وشاعر، أي من السطر الثامن إلى السطر الثاني عشر. وهنا تعلق الشاعر بالأرض وتطلعه للحرية والغد المشرق. الفكرة الثالثة من السطر الثالث عشر، من قوله يا جراحي إلى السطر الثامن عشر، أي إلى قوله
أنا إنسان كبير، وهنا تشبث الجزائري بثورته البكر التي لا مثيل لها. الفكرة الرابعة هي في المقطع الرابع من قوله: قال شعبي يوم وحدنا المصير، أي من السطر 19 إلى غاية السطر 28 في قوله: تعبر الأحلام للشمس السخية. فهنا تحدي الثورة الجزائرية لطغيان المستعمر وإثبات عروبة الجزائر. المقطع الأخير من السطر 29 إلى آخر القصيدة، أي السطر 39، فهنا العزيمة والأمل، أي التفاؤل في تحقيق النصر بهذه الثورة المباركة. إذن هذا في ما يتعلق بأفكار هذه القصيدة، الفكرة العامة والأفكار الأساسية، وكذلك فيما يتعلق بالاكتشاف. ننتقل الآن إلى مناقشة معطيات النص. السؤال الأول: إلى أي حد وفق الشاعر في رسم حقيقة الثورة الجزائرية؟ إذا نلاحظ من خلال هذه القصيدة أن الشاعر وفق إلى حد كبير في رسم حقيقة الثورة الجزائرية عن طريق إثبات الموقف الشجاع والإيمان بالثورة المسلحة، حتمية زوال الاستعمار، ويظهر ذلك في تفاؤله بالتحرر والاستقلال. السؤال الموالي: لماذا يلح الشاعر على كلمات الإنسانية، السلام، الحياة، الغد؟ هذه الكلمات موجودة بكثرة في القصيدة، فالجانب الإنساني موجود في هذه القصيدة، وهي القيم التي حملتها الثورة الجزائرية. وهنا الشاعر يبين تفاؤله وإيمانه بحتمية زوال الظلم والاستبداد. فالشاعر يلح على كلمات الإنسانية والسلام والحياة لكونها المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية. إذن الثورة الجزائرية والتضحيات الشعب الجزائري وهذه الحرب وهذه الدماء قامت من أجل مبادئ إنسانية، وهي السلام، الحرية، والتحرر، والابتسام وغيرها. لذلك نلاحظ الحياة، الغد كذلك، ونلاحظ أن الشاعر يلح على هذه الكلمات لأنها مبادئ الثورة الجزائرية. ولهذا فليس من المصادفة أن يستلهم الشاعر هذه المعاني في النص، فيجمع بين قيم السلم والحرب. ونلاحظ أن الشاعر كذلك جمع بين قيم السلم والحرب. إذن الحرب التي قامت أو الثورة التي قامت هي من أجل القيم الإنسانية، فنلاحظ هذا الجمع كما يظهر في قوله: من ضلوعي، من دمي عبر الجزائر، في دمي كنز السنابل. إذن من التضحيات تأتي الحرية، كذلك في قوله: يزرع الكون سلاما وابتساما وبطولة شهيد. فهنا الجمع بين الحرب وكذلك السلام، وهذا الأمر من الخصائص التي نجدها بكثرة في هذه القصيدة، ونجدها كذلك عند محمد الصالح باوية في الكثير من القصائد. إذن هل من الصدفة أن يجمع الشاعر بين الحب والحرب؟ إذا نجده يجمع بين معاني الحب والسلام وبين معاني الحرب، وهذا لامتزاج المشاعر وتداخل الأحاسيس عند الشاعر. كما قلنا، لأن هذه الثورة وهذه الحرب قامت من أجل السلام والحب والحرية، وكذلك الابتسامة، زرع الابتسامة والحياة والتفاؤل إلى آخره، وهذه القيم هي قيم الثورة الجزائرية كما أشرنا إلى ذلك سابقا. السؤال الموالي: كيف استقبل النص أثناء الثورة وكيف نستقبله اليوم؟ بالنسبة لاستقبال هذا النص أثناء الثورة، لأن الشاعر نظمه أثناء الثورة، وبذلك فاستقبل كوثيقة نضالية ووسيلة دعم معنوية. أما نحن اليوم فنستقبله كوثيقة تاريخية تبين كيف ساهم الشعراء في الثورات والحركات التحررية ودعمهم لقضايا الوطن والأمة العربية. وعند قراءتنا لهذه القصيدة ندرك جليا أن الحرية لا تأتي إلا على درب التضحيات الجسام، فيزداد تعلقنا بالوطن وتزداد المساهمة في بنائه، وأيضا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الثورة الجزائرية، بطولات أبنائها أو بطولات الشعب الجزائري. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي: بين كيف صار الشاعر إنسانا كبيرا. إذا صار الشاعر إنسانا، إذا عندما يقول الشاعر أنا إنسان كبير، فهنا الشاعر صار إنسانا عندما ندد بالظلم. إذا الشاعر هنا يندد بالظلم ويدعم الثورة الجزائرية التي قامت من أجل السلام والحرية. إذا صار الشاعر إنسانا عندما ندد بالظلم ودعا إلى السلام والحرية، ونبدأ
استعبد الاستعمار وصار الشاعر إنسانا كبيرا لتبنيه لمبادئ الثورة الجزائرية التي استلهمت القيم الإنسانية في مواجهة المستعمر من حب وتسامح وعدالة وتفاؤل بغد مشرق. إذن لذلك قال الشاعر أنت إنسان كبير. الإنسانية هنا في السلام والحرية ونبذ الاستعمار والظلم وغير ذلك. وكذلك الإنسانية هنا إنسان كبير لأنه عظيم بهذه الثورة التي نددت بهذا الظلم وبهذا الاستعمار. لذلك نجد هذه القيم التي عبر عنها الشعر هي ذاتها قيم الثورة الجزائرية، قيم إنسانية في مواجهة المستعمر من حب وسلام وعدالة وتفاؤل بغد مشرق. السؤال الموالي: بما يوحي عنوان النص؟ عنوان النص الإنسان الكبير، فهو يوحي بعزيمة الجزائري، بقوته، بتحديه، بإرادته الفولاذية في صنع القرار وتغيير التاريخ نحو الحرية والسلام. السؤال الموالي: وظف الشاعر الرمز والإيحاء ليعمل فكر القارئ، حددها مبينا الفضاء الذي تحيل إليه. نجد أن الشاعر مال إلى توظيف الرمز والإيحاء بكثرة، وهي ميزة من ميزات شعر التفعيلة. وكذلك عند الشاعر محمد الصالح بوية، فهو يميل بكثرة إلى الرمز والإيحاء. ونلاحظ أن الرمز في هذه القصيدة قد أكسبها عمقا وأعطى القارئ قراءة ذاتية، والرموز الواردة في هذه القصيدة تحيل إلى ثلاثة فضاءات. الفضاء الأول هو فضاء الاستعمار في قوله أساطيل عتيقة أصنام غبية، فهي ترمز للمستعمر وتجبره وكذلك إلى ظلمه. كذلك في قوله طواغيت أيضا ترمز إلى طغيان هذا المستعمر الظالم. كذلك فضاء الثورة الفضاء الثاني في قوله قلب بركان ثورة بكر حزمة مصلوبة، فهنا يشير إلى قوة هذه الثورة الجزائرية، أنها ثورة لا مثيل لها، أنها ثورة أولى من نوعها. كذلك إلى حزمة مصلوبة، وهنا إلى لحمة الشعب الجزائري ضد هذا المستعمر. كذلك فضاء آخر وهو فضاء المستقبل والاستقلال في قوله صوت المناجل الحصاد، حصاد هذه الثورة من جراح الشعب الجزائري وهو حصاد الحرية. كذلك في قوله شوقا إلى قبلة طفلي وزغاريد، إشارة إلى الحرية، إلى الاستقلال، إلى المستقبل. كذلك الثورة البكر، بعض المؤشرات أو الرموز، إذن في قوله الثورة البكر هي ترمز للنقاء والعفة، الثورة التي بنيت على الحق والمطالبة به ورد الطغيان. أيضا في فضاء الثورة عندما قلنا قلب بركان، فهي ترمز لقوة الثورة الجزائرية واستمرارها وتأذي العدو منها ومن صلابتها، وهي دلالة على أن الثورة وإن تراجعت طورا فقد تشتعل وتذكى نيرانها من جديد. كذلك الفأس استئصال الشر. كذلك إنسان كبير، يوجد رمزية في الإنسان الكبير، فهو يوحي بكل قوي جدير بالمسؤولية قادر على المواجهة التصدي. كذلك في قوله أنا نبع تاريخ جديد، وكذلك في قوله من نبع الحياة، النبع توحي بأصالة الشعب وكذلك الأصل والمصدر، وعلى أنه نموذج يحتذى به في الحروب. فالشعب الجزائري هو نبع الحرية، نبع التحرر، وكذلك مصدر لهذه الثورة العظيمة، فهو يحتذى بهذه الثورة. ويوجد رموز أخرى كثيرة في هذه القصيدة، منها الشمس، الفجر، الربيع، كذلك الشعاع، ترمز للحرية والاستقلال. ننتقل إلى السؤال الموالي: يعكس النص نزعة بارزة عند الشاعر، وضحها مع التمثيل لها من النص. إذن النزعة البارزة في هذه القصيدة هي النزعة الوطنية، وتتجلى في توظيف الشاعر لضمير المتكلم تعبيرا عن انتمائه ووطنيته، فهو متعلق بقضية وطنه وهي الثورة الجزائرية، كما يعبر عن التزامه بقضايا أمته وشعوره بالمسؤولية، ويظهر ذلك في قوله يا جراحي أنا إنسان كبير، كذلك شعبي. إذن هنا الانتماء والمسؤولية والشعور بقضايا الأمة، بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة، وهنا القضية الوطنية، قضية الجزائر. لذلك النزعة البارزة هي النزعة الوطنية، بارزة أكثر في هذا النص، ويوجد نزعات أخرى، ولكن النزعة البارزة في هذه القصيدة هي النزعة الوطنية. هذا فيما يتعلق بالمناقشة. ننتقل إلى بناء النص. السؤال الأول: عبر الشاعر في النص عن وضع عاشه إبان الثورة، حدد نمط النص الغالب واستخرج خصائصه. إذن استعان الشاعر بالنمط الوصفي للتعبير عن وضع عاشه إبان الثورة،
من ذلك قضية الوحدة بين مصر وسوريا التي تزامنت مع بلوغ الثورة الجزائرية قمة تأججها سنة 1958، وهو الحدث الذي عاشه الشاعر، وتطلع الشاعر إلى غد مشرق يعم ربوع الجزائر. ومن خصائص النمط الوصفي إذا نلاحظ أن الشاعر يصف على العموم هذه الثورة. إذا ذكر الموصوف هو الثورة الجزائرية، تحديد العناصر الوصفية مثل قوله حدث ثر، ثورة بكر، الشمس السخية، كذلك الوسائل اللغوية مثل النعوت، حدث ثر، كذلك الشمس السخية وغيرها، التشبيه أنا بركان، إن نبع تاريخ، كذلك الأفعال المضارعة الدالة على الحركة، الإضافات، كثرة الصور البيانية. السؤال الموالي، إذا كانت الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل، فما هي الوظائف الثانوية لها في هذا النص، وهل هي مناسبة لأجواء الحرب آنذلك؟ إذا الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل، أما الوظائف الثانوية للغة في هذا النص فهنا الشاعر عبر عن ثقافته اللغوية، قدرته على ترجمة الأفكار والعواطف، الدفاع عن مبادئ الثورة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي، كذلك التعبير عن مشاعر المجتمع الجزائري وعلاقته بالأمة العربية كما يظهر من خلال القصيدة. ونلاحظ أن اللغة التي استعان بها الشاعر أدت وظيفة جمالية كبيرة، وذلك بكثرة الانزياحات والرموز والإيماءات والإيحاءات، وهو خروج جميل عن المألوف. إذا نلاحظ أن الشاعر يعبر بطريقة غير مألوفة، فهي لغة إبداعية بعيدة عن اللغة العادية التي نستعملها في التواصل، وبذلك فهي لغة خرجت خروجا جميلا عن المألوف في التعبير عن الأفكار، بغية إثارة الذهن وإثارة المتلقي، كما أن لغة النص سايرت مضمونه. إذا يوجد مسايرة كبيرة بين لغة النص والمضمون المتحدث عنه، وهو الثورة بما لازمها من حدة في الفعل، كذلك كانت بين اللين والقوة. إذا نلاحظ أن الشاعر أحيانا يستعمل اللين في دعوته إلى المبادئ الإنسانية، وكذلك أحيانا يستعمل الحدة خاصة عندما خاطب العدو في تحدي العدو ومواجهته. سؤال الموالي، اللغة الشعرية في هذا النص مثلت لنا طابع البيئة الطبيعية الجزائرية، إلى أي مدى وفق الشاعر في إبراز هذا الطابع؟ إذا نلاحظ أن للطبيعة حضور متنوع قوي، وهو انعكاس لتأثر الشاعر بطبيعة وطنه المتنوعة بين الشمس، الربا، الزهر، البحر، الأمطار وغيرها من الكلمات التي توحي إلى الطبيعة. كذلك صالح باوية لا يكتب بلغة جاهزة، ولكن بلغة تخلقها التجربة ذاتها، وضح ذلك من خلال النص. إذا كما هو واضح، إذا لغة النص هي ليست اللغة الجاهزة العادية، بل هي لغة إبداعية، لغة تخلقها التجربة، أي التجربة التي عاشها، التجربة الشعرية التي عاشها الشاعر هي التي تخلق هذه اللغة، اللغة الإبداعية، اللغة الغير مألوفة. من بين مظاهر التجديد على مستوى القصيدة نجد الشاعر قد خلق صورا جديدة من ناحية التراكيب، من ناحية التعابير، حيث أنشأ معجما جديدا من التعابير فوق اعتماده التقليد على تقليد في التعابير السابقة. إذا نلاحظ أن الشاعر لم يقلد، تعابيره مبتكرة جديدة، وكذلك لغة خلاقة، وهذه اللغة لغة إبداعية رمزية إيحائية بعيدة عن المألوف، وهذا أمر جديد بالنسبة، يعتبر من مظاهر التجديد بالنسبة للغة الشعرية. في شعر التفعيلة فهي تحمل هذا الزخم نتيجة الإيحاءات والرموز والثقل الذي جعله الشاعر في هذه الكلمات وهذه التراكيب. سؤال الموالي، استخرج من النص الصور التي تعكس طبع الحرب وتلونها. إذا نلاحظ أن الشاعر وظف الكثير من الصور البيانية، وهي صور جزئية تكون الصورة الشعرية الكلية، وهي صورة الثورة الجزائرية من خلال توظيف الصور الجزئية، الرموز، الإيحاءات، وكذلك الخيال، العواطف، الأفكار، كلها تمتزج لتكون لنا الصورة الشعرية الكلية. ومن الصور الجزئية التي وظفها الشاعر التشبيه مثل قوله أنا نبع، إن نبع، إن حدث ثر، ثورة بكر، أنا قلب بركان جريء، فهنا استعمل التشبيه خاصة تشبيه البليغ الذي بين مقدار وقوة وعظمة الثورة الجزائرية. كذلك الاستعارة المكنية في قوله توقظ الأرض، إذن فهنا شبه الأرض بالإنسان، تسقي أمنياتي، شبه الأمنيات بالنبات، كذلك يزرع الكون
هنا سلاما أيضا يغرق التاريخ. إذا شبه التاريخ بالإنسان يغرق أو أي أمر مادي آخر يغرق، فهنا سر بلاغتها يكمن في تشخيص وتجسيد المعنوي في صورة محسوسة وتقريبها إلى الأذهان. كذلك الاستعارة التصريحية في قوله يا فتاتي، إذا جعل هذه الثورة مثل الفتاة، وهنا تصوير جميل لهذه الثورة. كذلك الكناية في قوله الإنسان الكبير، فهي كناية عن صفة وهي صفة القوة. كذلك أطفئ النيران كناية عن صفة السلام. الطواغيت كناية عن موصوف وهو الاستعمار، وغيرها من الصور الأخرى الجزئية التي وظفها الشاعر والتي تتراص مع عناصر أخرى لتكون لنا الصورة الشعرية الكلية. السؤال الموالي: ما الأسلوب البلاغي الغالب في النص؟ ما الغرض منه؟ إذن اعتمد الشاعر الأسلوب الخبري لأنه ينقل حقائق عن الثورة الجزائرية بسبب الاحتلال. أما الغرض البلاغي فهو التقرير، فهو يقر بحقائق، كذلك تعظيم الثورة الجزائرية عندما يقول أنا إنسان كبير، غرضه الفخر والتعظيم. ذلك في قوله فبلادي ثورة بكر، كذلك يا أنا يا ثورتي، وغيرها من الأمثلة الأخرى التي تبين تعظيم الشاعر للثورة الجزائرية. أيضا وظف الشاعر بعض الأساليب الإنشائية، حددها مبينا غرضها البلاغي. إذا نلاحظ بعض الأساليب الإنشائية مثل قوله أوقف التاريخ، فهنا أمر غرضه التعظيم، فهو يعظم الثورة الجزائرية وأن أي حدث آخر لا يمكنه أن يقف بوجه هذه الثورة كحدث كبير جدا ومهم وعظيم جدا. كذلك في قوله يا جراحي، إذا نداء غرضه إبداء الألم. وكذلك في قوله احبس السحوبة، وأيضا في النيران أسكت الطيرة، فهنا أسلوب إنشائي بصيغة الأمر غرضه التحدي. ننتقل إلى السؤال الموالي: أرصد التجديد الموسيقي مبينا الدور في تعدد التجربة الشعورية لدى الشاعر. إذا نلاحظ أن الشعر الحر فيه تجديد موسيقي، إذا كان لموسيقى هذا النص دور أساسي في الصياغة الشعرية لأنها ساعدت على وصول الأفكار بالمشاعر في صورة صوتية تأنس لها النفس وتجد فيها متعة لا نجدها في الكلام الخالي من الموسيقى. وهنا موسيقى الشعر الحر تتمثل في تنوع القوافي، كذلك انقسمت القصيدة إلى مقاطع، لكل مقطع قافية مع الحفاظ على وحدة الوزن. كذلك حل السطر الشعري محل البيت، اختفت وحدة الوزن والقافية، ولم يعد باقيا من الوزن سوى وحدة التفعيلة. إذن القصيدة تعتمد على وحدة التفعيلة، وهي تفعيلة فاعلات من بحر الرمل، وهذا دليل على التجديد الموسيقي في هذه القصيدة. كذلك القصيدة عبارة عن مقاطع، كذلك السطر الشعري من الأمور الأخرى التي نجدها في شعر التفعيلة من الناحية الموسيقية، وذلك يعتبر تجديدا في الشعر الحر أو شعر التفعيلة. إذن هذا فيما يتعلق ببناء النص. ننتقل الآن إلى الاتساق والانسجام. السؤال الأول: ما دلالة أفعال الأمر الآتية؟ أوقفي، أحبس السحوب، أطفئ النيران، أسكت الطيرة. إذن أفعال الأمر هنا تدل على تحدي الشاعر وإصراره على التصدي للعدو وتغيير الواقع المرير. السؤال الثاني: عد إلى النص وعين الروابط التي وظفها الشاعر في بناء نصه. إذن ثم بين أثر هذه الروابط على الأفكار التي عبر عنها الشاعر. إذن هناك روابط كثيرة في هذه القصيدة، منها أدوات التوكيد، حروف الجر، حروف العطف، ظروف الزمان والمكان، أسماء الموصولة، الإحالة بالضمائر، وكذلك التكرار، أدوات الشرط. أثر هذه الروابط على الأفكار أنها جعلتها متسقة ومتسلسلة وواضحة. ننتقل الآن إلى الإحالة. حدد العناصر الإحالية وبين نوع الإحالة. إذن من مظاهر الاتساق الإحالة، لدينا أولا الإحالة بالضمير. الضمير أنا أنت تعود على الشاعر والشعب الجزائري مثل قوله أنا إنسان كبير، أنت إنسان كبير، وهي تعود على الإنسان الكبير، وبذلك فهي إحالة مقامية تعود على ذات الشاعر وكذلك الشعب الجزائري. كذلك في قوله ينحني، يزرع، يحمل، إذن يوجد ضمير مستتر هو يحيل إلى الإنسان الكبير، وبذلك فهي إحالة قبلية. كذلك تستبد، الضمير المستتر هي يعود على الثورة، وبذلك هي إحالة قبلية.
وذلك في قوله: فبلادي ثورة بكر بأرضي بسماء بكياني تستبد. تستبد هي أي الثورة، وبذلك فهي إحالة قبلية. يوجد كذلك الإحالة باسم الإشارة في قوله: قبضتي هذه. إذن هذه تعود على قبضتي، وبذلك فهي إحالة قبلية. ننتقل إلى السؤال الموالي، وهو مرتبط بالاتساق كذلك في ظاهرة التكرار. ظاهرة التكرار في النص ارتبطت بالحالة النفسية للشاعر وموقفه الذي يريد التأكيد عليه. ابحث عن تجليات هذه الظاهرة في النص. إذن التكرار أيضا من الروابط. ظاهرة التكرار في النص ارتبطت بالحالة النفسية للشاعر وموقفه الذي يريد التأكيد عليه. من ذلك تكرار كلمة: قال شعبي يوم وحدنا المصير مرتين، وهذا للتوكيد. يا جراحي تكررت 3 مرات، ودليل ذلك عمق المأساة، عمق الجراح التي عانى منها الشعب الجزائري. كذلك ينحني 3 مرات تدل على الإكبار. أنا إنسان كبير مرتان للدلالة على الإباء والشموخ والأنفة. ما دلالة هذا التكرار؟ فهو التأكيد على عظمة الثورة الجزائرية والإنسان الجزائري الكبير والعظيم بثورته ودوره الربط والاتساق. السؤال الموالي، وهو مرتبط بالانسجام: ما العلاقة المعنوية الرابطة بين أجزاء النص؟ هي الوحدة العضوية. إذا توفرت الوحدة العضوية بين أسطر هذه القصيدة، مما جعلها بناء متكاملا مترابط الأعضاء والأسطر. فعند قراءة هذه القصيدة نلمس خيطا شعوريا واحدا ووحدة الموضوع. إذا الوحدة العضوية هي رابط معنوي يجمع بين أجزاء القصيدة، تتوفر فيه 3 عناصر: وحدة الموضوع، وحدة المشاعر، وترابط أجزاء النص بحيث لا يمكن التقديم والتأخير أو الحذف. وبذلك نلاحظ أن هذه القصيدة هي كتلة واحدة، لحمة واحدة، وهذا ما نسميه بالوحدة العضوية التي نجدها بكثرة في الشعر الحر. السؤال الموالي، وهو أيضا في الانسجام: ما دلالة العنوان وما علاقته بمضمون النص؟ نلاحظ أن للعنوان دلالة، وهي عظمة وقوة الإنسان الجزائري بثورته وعشقه للحرية والسلام. أما علاقة العنوان بمضمون النص، فهناك رابط قوي بين عنوان القصيدة ومضمونها، فالعنوان يلخص مضمون النص، وهو عظمة الإنسان الجزائري. هذا فيما يتعلق بالاتساق والانسجام. نأتي الآن إلى أجمل القول في تقدير النص: ما هي الحقيقة التي أثبتها الشاعر في النص؟ إذا حاول الشاعر في هذا النص أن يرسم لنا لوحة فنية عن الثورة الجزائرية بقيمها الإنسانية. وليس من الصدفة حين جمع بين الحب والحرب، وهذا ما تعرفنا عليه سابقا. كذلك بلغة مثلت الطبيعية الجزائرية إلى حد بعيد. يقول عنه الناقد محمود الربيعي: إن العالم الذي يشغل الشاعر ويستوعب تجربته الفنية هو عالم لا يستطيع أي فنان مكترث أن يتجاهله. إنه الوطن، والانشغال الشديد بهموم البيئة التي يضطرب فيها الإنسان بين أبناء هذا الوطن. إنه التبشير بالحرية والبحث الدائب عن العناصر الأصلية التي تشكل الشخصية القومية. إنه الوعي الكامل بمشكلات الماضي والحاضر والمستقبل. إذن هذا ما نلحظه في هذه القصيدة، فالشاعر قد رسم لنا لوحة فنية عن الثورة الجزائرية، وبين ارتباطه الوثيق بالشعب الجزائري وبانشغالات الشعب ومشكلات الشعب الجزائري، وحاول إيجاد حلول لها، وهذا دليل على التزامه بهذه القضية. ننتقل إلى السؤال الموالي، وهو الغرض الشعري لهذه القصيدة. إذن إلى أي غرض شعري أو نوع شعري ينتمي النص؟ عرفه واذكر خصائصه الفنية. إذن هذه القصيدة تنتمي إلى أو تصنف في الشعر السياسي التحرري أو الشعر السياسي الثوري، لأن الشاعر هنا يدعو إلى الثورة، لأنه يصور أولا أجواء الثورة الجزائرية ويشيد ببطولات الثور ويدعو إلى التحرر من براثن الاحتلال الفرنسي. تعريفه بالنسبة للشعر السياسي التحرري أو الشعر السياسي الثوري: هو غرض شعري حديث ظهر في بداية القرن العشرين مواكبا للحركات التحررية في البلاد العربية، متغنيا بها، مدافعا عنها وعن أهدافها. إذن الشعر السياسي التحرري هو لون شعري جديد ظهر مع الحركات التحررية ضد الاحتلال والاستعمار في العصر الحديث أو بداية القرن العشرين. أما خصائصه فتتمثل أولا في الطابع الإنساني كما رأينا في هذه القصيدة، وهو التطلع للحياة الكريمة والحرية. ثانيا الطابع الوجداني، وهو عواطف الإجلال والإكبار للثورة والثوار. أيضا الطابع التاريخي، حيث أن هذه القصيدة تؤرخ لأحداث تاريخية في متعلقة بالثورة الجزائرية. والخاصية الأخرى هي الدعوة للتحرر والكفاح ونبذ
الاحتلال، وهذه الخصائص كلها نجدها في هذه القصيدة. السؤال الموالي: هل يبدو أو يبدو الشاعر ملتزما في نصه؟ حدد مفهوم الالتزام وبين مؤشراته من خلال النص. بالنسبة للالتزام، هو أن يسخر الأديب قلمه لمعالجة قضايا أمته الوطنية والقومية والشعور بالمسؤولية اتجاه ذلك عن قناعة وحرية دون قيد أو إلزام، والبحث عن الحلول والبدائل. إذن الشاعر في هذه القصيدة ملتزم لأنه تبنى قضية وطنه، وهي قضية الثورة الجزائرية، محاولا إيجاد الحلول لها، وهذه الحلول هي التحرر أو الثورة من أجل الحرية، وذلك عن قناعة. إذن عن قناعة، هو مقتنع بذلك، وأيضا حرية وشعور بالمسؤولية، هو ليس ملزم بل عن حرية وقناعة ومسؤولية. أما مظاهر الالتزام في هذه القصيدة، فنجد مثلا تبني الشاعر لقضية وطنية وقومية وهي الثورة الجزائرية، اقتراح الحل في الدعوة إلى الثورة والتمسك بالأرض وكذلك التحرر، أيضا التعبير بالضمير الجمعي نحن، وكذلك حتى الضمير أنا في هذه القصيدة يدل على روح الانتماء والوطنية، كذلك الدعوة للتحرر والكفاح ونبذ الاحتلال. السؤال الموالي: سمي المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الشاعر مبينا أهم خصائصها الفنية أو مظاهر التجديد. بالنسبة لي، خصائص هذه المدرسة هي ذاتها مظاهر التجديد. إذن ينتمي محمد الصالح باوية إلى مدرسة الشعر الجديد أو شعر التفعيلة ذات المذهب الواقعي والرمزي كذلك. من خصائصها من ناحية الشكل، إذن هنا أيضا هذه الخصائص هي مظاهر التجديد في الشعر الحر أو شعر التفعيلة، أن القصيدة بناء شعوري يبدأ من نقطة ثم يأخذ في النمو حتى يكتمل. إذن الشعر الحر يبدأ من نقطة ثم يتنامى، وهذا ما نسميه بالوحدة العضوية كذلك. تنقسم القصيدة إلى مقاطع، إذا نلاحظ أن هناك مقاطع وكل مقطع يمثل عنصر من عناصر القصيدة. أيضا أن القصيدة تبنى على وحدة التفعيلة، ويوجد كذلك السطر الشعري محل البيت الشعري، إذا هنا نظام السطر. كذلك لا تلتزم القصيدة قافية واحدة، إذا هنا تعدد القافية، وكذلك ليس لها نظام محدد لتوزيع القوافي. كذلك ترتكز على الموسيقى الداخلية، إيحاء الكلمات وجرسها، استخدام اللغة المتداخلة، إذن هنا لغة سهلة بسيطة، ولكن يمنحها الشاعر طاقات إيحائية وشعورية تفهم من السياق. كذلك اعتماد الرمز والميل إلى الأساطير، الاهتمام بالصورة الشعرية والخيال، وهذه ميزة من ميزات الشعر الحر. أما من ناحية المضمون، فمظاهر التجديد أو خصائص هذه المدرسة مدرسة شعر التفعيلة هو أن الشعر تعبير عن الواقع وعن معاناة حقيقية، فالشعر هنا ينقل واقع الثورة التحريرية. كذلك الشعر وظيفة اجتماعية، فهو يكشف عن مواطن التخلف في المجتمع، التجديد في الأغراض، وذلك من خلال الغرض الشعري، شعر سياسي تحرري فهو غرض شعري جديد. كذلك اهتمام الشعراء بالقضايا الإنسانية، وهنا الحرية والاستقلال، كذلك بالقضايا الاجتماعية والوطنية كالدعوة إلى الاستقلال والتحرر ومقاومة الأعداء وهموم الشعب، وكل هذه الأمور نجدها في هذه القصيدة. سؤال الموالي: بما يمتاز أسلوب محمد الصالح باوية؟ الصالح باوية شاعر مجدد، وهو مؤسس القصيدة الحداثية في الجزائر كما ذكرنا ذلك سابقا. أما الخصائص الفنية لشعره، فهي السهولة والوضوح في طرح الأفكار، استخدام الألفاظ والمفردات الجميلة، استخدام كذلك التصوير والصور الشعرية الكلية في شعره، اعتماد اللغة الفنية المبتكرة كما ذكرنا، أيضا أنه يجمع بين السلم والحرب والقيم الإنسانية في شعره، أيضا يستخدم الرموز المتنوعة بشكل مكثف وهو ما وجدناه في هذه القصيدة. كذلك قصائده السياسية تحمل بصمة تفاؤلية، إذن هو متفائل ويظهر ذلك هنا في تفاؤله بالتحرر. كذلك النزعة الوطنية والقومية وروح الانتماء والالتزام، إذن كل هذه الأمور ذكرناها من خلال تحليلنا لهذه القصيدة، وهي من خصائص أسلوب محمد الصالح باوية. السؤال الموالي: من أكثر الثورات التي استرعت اهتمام الشعراء العرب ثورة التحرير الجزائرية، فنظموا فيها القصائد التي تمجد قيمة هذه الثورة والثوار، فما هي أهم قيم الثورة الجزائرية عند الشعراء العرب؟ إذن الثورة الجزائرية حملت قيما كثيرة، وقد ذكرها الكثير من وتبناها الكثير من الشعراء الجزائريين والعرب، منها المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة والسلم، تحقيق الأخوة والسلام والمساواة، أيضا التضحية في سبيل العزة والكرامة، أيضا إثبات الشخصية العربية كما رأينا إثبات عروبة الجزائر، استعادة العروبة ودحر المستعمر، كذلك بعث أمجاد وبطولات الأمة العربية في مقاومة الظلم. إذن تمثل الثورة الجزائرية أبطال وأمجاد الثورة أو العرب من خلال القوة والصمود ودحر الاحتلال.
ننتقل إلى السؤال الأخير، وهو القيم والنزعات الواردة في هذا النص. من بين القيم الواردة في هذه القصيدة القيمة الفنية، وهي قيمة ثابتة في كل النصوص الأدبية، وهي خصائص الشعر الفنية، خصائص الشعر الحر، كذلك خصائص الشعر السياسي التحرري، الالتزام. إذن كل هذه الأمور تعتبر خصائص فنية، وهي قيمة فنية في هذا النص. كذلك قيمة إنسانية من خلال دعوة الشعر إلى الحرية والحياة الكريمة، قيمة سياسية فموضوع النص سياسي وهو الثورة الجزائرية، قيمة تاريخية لأن النص يتحدث عن الثورة الجزائرية وهي أحداث تاريخية. أما النزعات فنجد النزعة الوطنية من خلال الدفاع عن الثورة الجزائرية، والقومية لأنه ربط الثورة الجزائرية بالوحدة بين مصر وسوريا، وهنا يظهر الجانب القومي. النزعة التفاؤلية في تفاؤل الشاعر بالنصر والحرية. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع درسنا اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.